السيارات وأحيانا الدراجات النارية هي الغالب في حركة نقل المتسوقين العائدين من الرباط النهاري، بالنظر إلى توفر العديد من الطرق المعبدة أو المرصوفة في أرجاء منطقة ريمة حديثا، إلا أن بعض الحالات لا تزال تمثل الدواب بالنسبة لها الطريقة الأمثل للانتقال بالنظر إلى وعورة المسارات إلى قراهم المعلقة في أعالي الجبال. من السوق اشتريت من السوق دجاج عندك معلقه دقيق ومغضه ايش هو دقيق ومغضه ايش المغضه هذا دجاج يطلع الاخوه المشاهير ربما يحبوا ان يطالعوا اخونا اشترى دجاج وعلق هنا على الدابه ايوه مجموعه دجاج ها ما شاء الله كثير ما تعمل يعني مزرعه دجاج او ما لا ما رض يعني مرض ولاد مرض في البيت في مرض عندهم دجاج او زمان كانوا يقولوا صح الدجاج البلدي مريح للوالده او لا زال هذا الاعتقاد موجود يعني. ايوه وصدق ينفع هذا الامر ايوه افيد من حق المزارع اقول لك ايه لا بلدي بلدي افضل يعني ايوه بكم تشتري الدجاج الواحد الحبه ب 400 400 انت حقانه ولا متهامج اقول لك ايه انت هيما ايوه وش اللي تغير الدجاج ما شلت غير الدجاج ما شليت ما شليت هو المشاهد يعرف ما هو المقضاء ما هو ذا فقط شلينا مقضاء شلينا ذا ما هو ها مقضاء يعني من جميع الحاجات من هنا من هنا زي ايش وضار هنا هنا انت ايش من قريه من ريمه هذه كل ريمه من اين انت يعني من خدم كيف حالك السلام عليكم طيب منين واجي والله من الرباط من السوق اليوم سوقكم من الرباط ايوه ايوه وايش خلاص اشتريت من الرباط من السوق ما اشتريت من كل حاجه من كل حاجه أيه. يعني وجدت في سوق الرباط من كل حاجه اكيد بطلع انا والاخ المصور بيقول لي نطلع لانه واحد قال له في برباط النهاري من كل حاجه ايوه ايوه من كل حاجه بالرباط يعني سوق ضخم يعني سوق من كل حاجه سوق كبير هاي اه ايش شليت انت بندور بطاط خضروات من هذه من كل حاجه انت من فين ايش مقرين من خضم من جبل خضم ايوه تطلع على خضم راس الجبل ايوه متى جيت من خضم اه متى بكرك بكرك بالصباح فجر ايوه والحين راجع خضم شو صار لك متى ايوه يعني قصاد الحين بعد نص ساعه واقل من نص ساعه اشوف الخنساء نص ساعه ايوه الخنساء فين فوق ولا ايوه فوق فوق الجبل عند الخنسة الخنسة نازل الخنسة ايوه يعني لما تقول قريب ها قريب لما تقول للجبل هذا طماط وبندوره تقصد بندوره أيوة. وهذا ايش هو هذا هذا خضره و... وهناك ايش في وطعام ها بينه هناك بسكوت و... بسكوت الجوال تمر ايوه كل حاجه ما شاء الله يعني القاضي حكم حق يوم حق اسبوع حكم شو حق يومين ثلاث اربع ايام هكذا وبعدين بدك تشتري ثم يكمل لما الاسبوع الثاني الاسبوع القادم ايوه الاسبوع القادم على راس الاسبوع تجي ايوه ايوه على راس الاسبوع يعني يمون الرباط حق اسبوع ايوه ها حصل من الرباط تمويل حق اسبوع ايه كل حاجه من الرباط اي اسبوع كل حاجه فيما اخرون كانت شحه ذات اليد أو عدم الرغبة في انتظار طويل لامتلاء سيارة بالركاب لتصعد بعد ذلك عبر إحدى الطرق الفرعية إلى البلاد دافعا لهم للمبادرة في الانطلاق عودة إلى الديار ولو سيرا على الأقدام وإن كان المشوار يبدو بعيد المنال. ما كنت بالسوق ليش؟ أيوة واشتريت في مصروف مصروف ما هو المصروف؟ مقاضي زي ايش يعني؟ ايوه اما يسالوهم المتفرجين المشاهدين يتفرجوا ايش بالمقاضي ذا؟ مش داري بصنعه مو مقاضي بندور بسباس سكر كل شيء مصارف من حق عندنا تشتروا من السوق من الرباط ايوه تشتروا حاجات الاسبوع كلها ولا كيف؟ ايوه الاسبوع كله تنزلي كل اسبوع للرباط؟ لا اسبوع واسبوع لا تشتري يوم الوعد تشتري حق الاسبوع كله؟ ماشي ولا تطلعي بسياره ولا كيف؟ اطلع سياره لابو واحد بالثوب يطلعني ما بشي هذا مشاري بريد كم تستمر تمشي لهنا؟ طير بعد العصر 7 ساعات توصلي بعد العصر والقرية سوحكم الحدادة الحديدية مع شليتي توتانة ذا انت كنية عاد ومعي مدعها معي مدعها وكل واحد شراب وخزين سادو
هو شنو المداع؟ ورقه. ها؟ ما بيش ولا ورقه. والمداع؟ المدع ما انت ولا الشيبه يشربها منو؟ انا اشرب. والشيبه عاد هلا؟ ها عادوا. انتي بالسوق؟ اي اسمك انتي؟ سميه. ها؟ سميه. سميه انتي منين انتي؟ من دي وحش. ها؟ من دي وحش. بقعة بالجبل؟ مروح البيت الان؟ ايوه. اشتريتي حاجة تصدقي سادة؟ ايش اشتريتي؟ التمر. ايوه. وبسباح. ايوه. وسكر. ها؟ وحوف. وحليب. حليب؟ ايوه. وانتي اشتريتي لك من حاجة؟ ولا. بسكوت ولا شوكولاتة لأم الأيام؟ شوكولاتة؟ ولا. حاجة؟ ولا والله ولا حاجة ولا حاجة ولا ها اسم القرية؟ دعواش. 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 هنا برد جبل راس الجبل. لا هنا ايوه راس الجبل وراها. ها؟ قعاء. هذا ما تسمونه عندكم هذا المربط المليح هذا اسمه؟ حزام. هذا حزام؟ حزام هذا؟ ايش الحلاوة مليح هذا ما شاء الله. ولن تدوم اللحظات طويلا بعد الظهيرة حتى يكون سوق رباط النهاري في ريمة والمنعقد يوم الأحد قد وصل إلى الختام. ومع استشراف لقاء أسبوعي آخر بإذن الله تعالى يكون السلام ورحمة الله وبركاته للجميع وخير ختام.